رحت رايحة على أبونا شاروبيم في الأوضة بتاعته في المكان اللي بيقعد فيه، وقلت له: أبونا شاروبيم الله يخليك، عايزة أطلب منك طلب. قال لي: إيه يا منال؟ قلت له: بس تدخل لأبونا فانوس الكنيسة عشان خاطر يرشم لي بطني بالزيت، أصل أنا عندي نزيف في المعدة هنا، وبعدين بسبب النزيف دوت مش هعرف أعمل عملية الرحم، فأنا عايزة تدخل لأبونا فانوس الكنيسة عشان أنا هتكسف أشلح بطني قدام الناس عشان يرشم لي بطني، فأنا عايزة تدخل لأبونا فانوس الكنيسة عشان أنا هتكسف أشلح بطني قدام الناس عشان يرشم لي بطني، فأنا عايزة تدخل لأبونا فانوس الكنيسة عشان أنا هتكسف أشلح بطني قدام الناس عشان يرشم لي بطني، فدخلهولي بس الكنيسة يرشم لي بطني عشان أعمل عملية الرحم، عشان النزيف اللي في المعدة يقف فأعرف أعمل عملية الرحم. طب ما اللي يشفي هنا يشفي هنا، بس أنا مخ صغير. عشان النزيف اللي في المعدة يقف فأعرف أعمل عملية الرحم. طب ما اللي يشفي هنا يشفي هنا، طب ما اللي يشفي هنا يشفي هنا، طب ما اللي يشفي هنا يشفي هنا، بس أنا مخ صغير عايزاه يشفي لي هنا وأعمل أنا العملية اللي هنا. فراح ابونا شاروبيم ضحك عليا على اللي انا بقوله، ان انا عايزاه يشفي لي حاجه عشان اعمل عمليه في حاجه تانية يعني، وقال لي: خلاص يا منال انا هدخلهولك الكنيسة. الكنيسه يرشم لك بطنك. فاستنيت بقى، رحت الزياره من اولها واستنيت لحد الاخر خالص، قاعده في وش ابونا فانوس، كل شويه ابونا فانوس يبص لي ويضحك، ومستنيه للاخر عشان ابونا فانوس يدخلهولي الكنيسه يرشم لي بطني بالزيت. جينا عند اخر 4 5 انفار راحوا ماسكين في بعض واتخانقوا، راح ابونا شاروبيم متعصب وراح واخد ابونا فانوس وهيمشي: استنى يا ابونا استنى، لازم تدخله لي الكنيسه يرشم لي بطني بالزيت عشان اعمل العمليه. راح ابونا شاروبيم زيحني بدراعه وراح رزعني في العمود، فطبعا الخبطه بتاعت العمود مع الم المعده مع الم الرحم الام شديده جدا، اتألمت جامد، رحت صرخه: يا ابونا فانوس اعمل عمليه ولا ما اعملهاش؟ راح ضحك وقال لي: ايه عمليه ايه دي؟ وعمل لي كده: يا ابونا عمليه الرحم، اعمل زي ما يقول لك الطبيب، يا ابونا الطبيب بيقول نعمل العمليه، خلاص ايه اعمل العمليه. الساعه 2:30 بالليل قمت ادخل الحمام، يعني انا صاحيه مش نايمه مش بحلم. دخلت الحمام برضو، عملت ميه سودا وتفل شاي، وبعدين طلعت لقيت ابونا فانوس منور في الاوضه وجميل واقف كده، واقف جنب السرير وبيقول لي: ايه مش انت عايزاني ارشمك بالزيت؟ شلح بطنك يلا عشان ارشمك بالزيت. فطبعا انا ببقى في البيت لابسه بنطلون تحت الجلابيه وجلابيه، رحت رافعة الجلابيه وهو بيرشم لي بطني بالزيت، راح قال لي: خلي بالك الست اللي تحت عامله لك مصيبه كبيره ويعمل لي كده. قلت له: يا لهوي يا ابونا مصيبه ايه دي؟ قال لي: انا مالي يا اختي، انا قلت لك وخلاص الست اللي تحت عامله لك مصيبه كبيره ويعمل كده. 3 مرات يقول لي الست اللي تحت عامله لك مصيبه كبيره. رشم بطني بالزيت وبعدين راح خارج من الاوضه، انا خارجه وراه، وبعدين ايه راح طاير على السحابه بتاعته من الطاقه بتاعت السلم. فضلت بص عليه لحد ما اختفى عن النظر يعني. وبعد كده دخلت الاوضه وجيت على السرير، بصيت لصوره رب المجد كده وقلت له: يا رب انا ماليش في المصايب، المصيبه دي عليك انت، انا ماليش دعوه، انت اللي تتصرف، تصبح على خير. ورحت نايمه. هو من ضمن الحاجات الجميله يعني اللي ابونا عملها، كانوا مرة حرمونا منه 6 شهور، وبعدين ولا بقى شفناه بالروح ولا بالجسد، كان عيان خالص وانا ما شفتوش 6 شهور كاملين. تخيلوا بقى حالتي كان شكلها عامل ازاي. فكان في اغنية طالعة جديد بتقول: ده حبيبي، عارفين يعني ايه حبيبي؟ يعني الدنيا في عينيا واغلى الناس عليا، الحضن اللي مواسيني والفرحه اللي في سنيني وايام حلوه. ففي كوبليه كده بيقول: هاتولي سلام ايديه او حتى نظره من عينيه، اه لو عرفتم حالي ايه من غيره وازاي تعرف. فكنت اجي عند الكوبليه ده واقعد اقوله واعيط وابص للصوره بتاعته. بعد 6 شهور كاملين سمحوا لنا ان احنا نكلم ابونا على التليفون الداخلي من هنا من الدير، وقالوا لنا: ايه هتكلموه في التليفون بس لكن مش هتقابلوه. فاول ما كلمته في التليفون: حبيبي بابا، يا ابونا يا حبيبي وحشتني. قال لي: يا منال تعالي لي عند الشباك عشان امسك ايديك وابص في عينيك.
يعني هو كان سامعك بالروح وانت كان بتقولي ده. سامعني وانا بغني له الاغنيه، تعالي لي يا منال عند الشباك عشان امسك ايديك وابص في عينيك. رائع رائع.